تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أقيم سباق سبارتان بمشاركة وحضور نحو 10,000 شخص وذلك في قرية البحرين الدولية للقدرة. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على أهمية احتضان واستضافة المملكة لمثل هذه المناسبات والأنشطة الرياضية التي لها انتشار كبير على مستوى العالم وتحظى باهتمام ومشاركة واسعة من قبل المهتمين، الأمر الذي يعكس بشكل مباشر على تنشيط ونمو حركة السياحة في المملكة من خلال جذب أعداد كبيرة من السائحين سواء من الممارسين أو المتابعين، وذلك بما يتوافق مع سياسة الدولة الرامية إلى تنويع مصادر دخلها، لافتا سموه إلى أن السياحة الرياضية أصبحت أحد أهم الوسائل التي تساعد على استقطاب السياح. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمشاركة الكبيرة التي شهدها السباق، إذ لم يمنع الارتفاع في درجة الحرارة المتسابقين من المشاركة والمنافسة بقوة لإنهاء السباق بكافة مراحله، ما يظهر الحماس والجدية العالية التي يحملونها، مهنئا سموه الفائزين وجميع المشاركين الذين أظهروا روحا تنافسية عالية. وأشار سموه إلى أهمية نشر الثقافة الرياضية وممارستها مجتمعيا من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة التي تجمع ما بين التنافس والمرح والإثارة، إذ أثبتت التجربة أنها تحظى باهتمام كبير من قبل مختلف أفراد المجتمع، منوها سموه بارتفاع شريحة المهتمين بمثل هذه المسابقات الرياضية في المملكة وما تشهده من زيادة مستمرة في حجم المشاركة، الأمر الذي يتواءم مع الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الدولة لتعزيز مفهوم الرياضة. وانطلق سباق سبارتان على دفعات بمشاركة واسعة من قبل الجنسين سواء من المواطنين أو الأجانب، وشمل السباق على مجموعة من الألعاب الرياضية التي تختبر قوة التحمل واللياقة، منها السباحة في البحر والسير على الوحل والقفز فوق النار والأسلاك الشائكة واجتياز الحواجز وغيرها من العوائق، هذا وقد تم تكريم الأوائل في سباق المحترفين بعد نهاية السباق. الحمد لله على كل حال، الجهود والتعب والمسابقات احنا متعودين عليها، بس اليوم اللي فرحانين به ومفتخرين به ومعتزين به هو طبعا المشاركه والحضور. يعني خطتنا اللي احنا واضعينها لمشاركه كثير من الناس وكثير من النساء والرجال والصغار والكبار، يعني الحمد لله حققناها اليوم بحضور كبير ما يقارب 5,000 مشارك. يعني تعزيز السياحة الرياضية في البحرين مهم، ولكن أنا اللي يهمني اليوم بناء الثقافة الرياضية. طول عمر العدد اللي موجود اليوم فاق العدد اللي كان العام، يعني التوقع أن 10,000 موجودين، وهذا معناته نجحنا في نشر الثقافة الرياضية. موجود تقريبا فوق 10,000 المشاركين اللي يقطعوا خط، اللي بيقطعون خط النهاية اليوم كبار وصغار تقريبا حوالي 5,000.